السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد بإذن الله تعالى اللي غادي نشرح فيه مادة مهمة جدا، خصوصا الطلبة والتلاميذ ديال شعبة الاقتصاد، الطلبة اللي غادي يقراو المادة ديال لا كونطابيليتي إن شاء الله في هذه السنة. غادي نشرح لكم لا كونطابيليتي باش تعرفوا شنو هي الكونطابيليتي، لأن السؤال اللي كيطرح مجموعة من الطلبة والتلاميذ هو شنو هي الكونتابيليتي. كيسحبوا هاد الكونتابيليتي يعني واحد لا ماتير اللي هي تري ديفيسيل، يعني ماتير صعيبه فيها غير الحساب ولا شيء بحال هكا. دونك انا غادي نحاول ان نعطيكم واحد صوره شامله على الكونتابيليتي باش تعرفوا شنو هي الكونتابيليتي. نبداو بالانتروديكسيون، شنو كنعنوا بلومو كونتابيليتي، يعني ديفينيسيون ديال الكونتابيليتي. الكونتابيليتي ايت ان تكنيك ابور بيت soit d'enregistrer les opérations d'ordre économique effectuées par l'entreprise, par l'achat, la vente, l'empreinte, et d'écrire la situation qui en résulte, c'est-à-dire que la comptabilité ne permet de déterminer les forces et les faiblesses de l'entreprise. Il y a une comptabilité qui a une technique. Quel est l'objectif ? L'objectif est qu'on a une charte ان لونغوجيسترومون الحفظ ولا التسجيل دي زوبيراسيون دوردر ايكونوميك افيكتيي بار لونتربريز. لونتربريز هي مقاوله، شركه ولا مقاوله. يعني لا كونتابيلتي هي واحد التقنيه اللي كتمكننا ان نديروا التسجيل ولا الحفظ ديال هذوك المعاملات الاقتصاديه اللي كدير لونتربريز، بحال الاشا الشراء. مثلا واحد لونتربريز شرات مثلا واحد لي مارشونديز، شرات واحد السلعه. دونك بلا كونتابيلتي هي واحد التقنيه اللي كتمكننا ان كنديروا الحفظ والتجديد ديال هاد المعامله ولا العمليه ديال الشراء. كذلك بالنسبه للفونت البيع، مثلا لونتربريز باعت دي مارشانديز، دونك بلا كونتابيليتي كنديروا الحفظ ولا التجديد ديال هاد المعامله، كنديروا ان لونتربريز راه باعت مثلا هاد واحد لا كونتيتي بالثمن الفلاني. مثلا الامبرانت، مثلا لونتربريز استلفت من لا بنك، شدات واحد الكريدي من لا بنك، دونك بلا كونتابيليتي كنديروا لونجيسترومون ديال هاد لوبيراسيون اللي هي فينونسيير، يعني الامبرانت اكسيتيرا. مش كاين بليزيور تيب ديال لي زوبيراسيون ايكونوميك، تقدر تكون فينونسيير، تقدر يكون كوميرسيال، يقدر يكون مثلا فيسكال، يقدر يكون اوبيراسيون دي ريبارتيسيون يعني بحال لي سالير اكسيتيرا. اي اوسي ديكريغ لا سيتياسيون كي اون ريزالت، يعني لا كونطابيلتي كتمكننا اننا نوصفوا ونحصلوا على هذيك لا سيتياسيون، يعني الحاله ديال النتيجه ديال لونتربريز. يعني بلا كونطابيلتي كنعرفوا شنو هي النتيجه ديال لونتربريز، واش لونتربريز ربحات ولا خسرات. دونك الا ما كانش كونطابيلتي راه ما غاديش نعرفوا، لان لونتربريز كدير لوبيراسيون، كدير المعاملات عام كامل، امبوسيبل نقدروا اننا نعرفوا من خلال ديك لوبيراسيون هكاك اننا ربحنا. دونك لا كونطابيليتي بهذوك لو دي دوكيمون كونطابل اللي كنسجلوا بهذوك لي كالكي اللي كنديروا اليوم، بعنا اليوم شرينا خرجنا هاد الفلوس دخلنا هاد اكسيتيرا، كنعرفوا ان شنو هي لا سيتياسيون كي غيزيت، وا سيتياسيون ديال البينيفيس ربح ولا سيتياسيون ديال لي بيرت. سيتادير Pour la comptabilité ne permet de déterminer les forces et les faiblesses de l'entreprise. يعني هاد لا كونطابيليتي كتمكننا ان نعرفوا شنو هما النقاط ديال القوه ونقاط ديال الضعف ديال لونتربريز من خلال هاد لا كونطابيليتي. لان لا كونطابيليتي قلنا كنديروا فيها لونغوجيسترومون ديال تو لي زوبيراسيون اللي كدير الشركه، اي حاجه كديروها كنديروا لونغوجيسترومون ديالها كيف ما كانت، سواء صغيره ولا كبيره كندير لونغوجيسترومون ديالها بلوبيغاسيون. مثلا خلصنا الخدامه، شرينا هاد لي مارشونديز، بعنا هادي، تسلفنا من لابونك، خلصنا هاد لانتيري، مثلا خلصنا الكرا، خسرنا واحد الماشين صايبناها، يعني اي سنتيم كنخرجوه ولا كندخلوه كنسجلوه. دونك من خلال هاد لون كونتابيليتي كنعرفوا شنو هما نقاط القوه ديال لونتربريز. مثلا الا كانت واحد لونتربريز حققت واحد الغيزيلطا اللي هي بينيفيسير، يعني حققت واحد الربح، دونك كنعرفوا من خلال هاد لونغوجيسترومون ديال لوبيغاسيون شنو هي هاد لوبيراسيون ولا هاد الحاجه اللي كدير لونتربريز اللي كتخليها كتحصل على واحد الربح، اللي كتخليها تربح، تخليها مزيانه. عاوتاني العكس، الا كانت لونتربريز الحاله ديالها لا سيتياسيون ديالها ولا غيزيطا ديالها اللي هي ديفيسيتير، يعني دارت واحد لو بيرت، واحد الخساره، دونك من خلال هذيك لونغيستغمون ديال هذيك تو لي اوبيغاسيون اللي كنديرو كنعرفو شنو هو المشكل ديال هاد الخساره ديالنا. مثلا كنشرو واحد المواد اوليه بواحد الثمن غالي باغ اكزومبل، ولا كنخلصو لي زوفري ديالنا الخدامه ديالنا بلي سالير بزاف، دونك ما كيكونش الانتاجيه مزيانه، دونك هذا هو السبب ديالو. دونك هذا هو ديفينيسيون ديال لو كونتابيليتي. دونك نقدروا نقولوا بان لو رول دو لا كونتابيلي شنو هو،
La comptabilité est un instrument d'information économique et financière. نقدروا نقولوا بان الكونتابيلتي هي واحد لونسخيمون، واحد الوسيله ديال المعلومه اللي هي تعطيني معلومات اقتصاديه وماليه. عباره اخرى اوترومون دي لا كونتابيلتي انفورم لي ديجيرون لي ديريجون اي لي تيير دو لونتربريز سير لي سيتياسيون ايكونوميك اي فينانسيير. يعني ان لا كونتابيلتي قلنا هي واحد لاستريمون دافورماسيون، واحد الوسيله ديال الاعلام، تعطينا واحد المعلومه، تعطينا معلومات على اش كيفاش زعما، لان لو كونطابيليتي كتعطي معلومات لي ديريجون ولي تيير، يعني لي ديريجون المسيرين والمالكين ديال لونتربريز، الشركاء ولا المالكين ديال لونتربريز، لي اسوسي ديال لونتربريز، كتعطيهم لو كونطابيليتي معلومات حول الوضعيه الاقتصاديه والماليه ديال لونتربريز، لان كنعرفوا ان لي ديريجون ولا لي تيير ماشي غادي يبقى مقابل لونتربريز نهار وما طال، بقى يقابل على شنو درت اليوم، شنو درنا الدقيقه الساعه شنو درنا فيها، نو كيمشي لهذوك لو دوكيمون كونطابل وكيعرف شنو هو لا سيتياسيون ديال لونتربريز ديالو. دونك سي سا. دونك شوفوا لوبجيكتيف ديال لا كونطابيليتي، لي زوبجيكتيف ديال لا كونطابيليتي. لا كونطابيليتي عندها تروا اوبجيكتيف برينسيبال. اول اوبجيكتيف هو كونترولي. La comptabilité aide les dirigeants de l'entreprise de faire le contrôle d'une manière simple, seulement par la révision des documents comptables. Yani, bien la comptabilité, l'objectif de la loi, le contrôle, le muraqaba. Ni la comptabilité, كتساعد هادوك المسيرين ديال الشركه ولا ديال المقاوله باش يديروا المراقبه ديال العمل ديال لاكتيفيتي ديال لونتربريز بواحد الطريقه سامبل عن طريق اش عندك المراجعه ديال هادوك لي دوكيومون اللي كيكون تنديرهم في لا كونتابيليتي. اكزومبل ان ديريجون ديال لونتربريز بو سولمون لير لو جورنال دو سون لونتربريز بور كونيتر تو لي اوبيراسيون ايفيكتيف. مثلا واحد المسيد واحد لونتربريز يقدر غير يقرا لنا واحد لو دوكيمون سميتو جورنال، جورنال واحد لو دوكيمون كنديرو فيه تو لي زوبيراسيون اللي كنديرو في لونتربريز. مثلا هاد النهار شرينا مارشانديز، هاد النهار بعنا مارشانديز، هاد النهار خلصنا الخدامه، هاد النهار تسلفنا من لا بونك، هاد النهار مثلا خلصنا لي زانتيري ديال لا بونك اكسيتيرا. دونك اقرا غير هادوك لو دوكيمون باش يدير لي كونترول بلا ما يمشي يبقى مراقبهم ديما. دونك غير من خلال هادوك لو دوكيمون كونطابل يعني كتسهل ليه الكونترول. دونك لا كونطابيلتي كتفاسيليتي لو كونترول. L'objectif dernier est un moyen de preuve. La comptabilité est un moyen de preuve car les documents comptables sont des arguments justificatifs des opérations effectuées dans l'entreprise. C'est un moyen de preuve. يعني وسيلة الإثبات. يعني أن la comptabilité هي الوسيلة للإثبات. يعني برهان إثبات. علاش؟ لان لو دوكيمون كونطابل هذوك الوثائق اللي كنديروا في لا كونطابيل، دوك الحساب اللي كنديروا في لا كونطابيل، لونجيسترومون ديال لوبيراسيون اكسيتيرا، هما راه واحد لي زارغيمون، هما واحد دلائل، دلائل على لي زوبيراسيون اللي كدير لونتربريز. يعني هذوك لو دوكيمون اكزومبل اون فاكتور داشا ايت اون بروف كو لونتربريز ا افيكتيي اون اوبيراسيون داشا، واحد واحد الفاتوره ديال الشراء راه هي دليل بان لونتربريز شرات هذيك الحاجه. شنو الفاتوره؟ مثلا انا كمسير واحد لونتربريز غاديش نجي انا مقابلهم باغ اكزومبل دابا، دونك لونتربريز قالوا لي درنا واحد شرينا واحد الحاجه، شرينا دي مارشانديز، شرينا واحد السلاح ياك. دونك انا عشان نقول لهم كيفاش نعرف انني شراو هاد السلاح؟ دونك خصهم يجيبوا لي واحد الوسيله ديال الاثبات. شنو هي؟ هو هذا فاكتور، فاتوره، هذيك لا فاتوره، هذاك السيد اللي شراو عنده المارشانديز اللي هو الفورنيستور اش عطيتهم؟ عطيتهم واحد الفاتوره بحال البون، ما يسمى بالبون، اكتب لهم شحال شراو عنده، لا كونتيتي اللي شراو، لو بري، لي ريدكسيون اللي داروا، تي في اي، ترونسبور، كلشي داكشي غيكتبوا لينا. دونك انا كمسيد ديال لونتربريز غيجي الكونطابل نشوف عنده ديك الفاتوره، دونك نتاكد بان ديك الفاتوره هي موان دو بروف، يعني ان لا كونطابيتي هي موان دو بروف على لي زوبيراسيون اللي كدير لونتربريز. اخر اوبجيكتيف هو لا بريز دو ديسيزيون، يعني لونتربريز يعني الكونطابيليتي كتسهل لنا اتخاذ القرار، بريز دو ديسيزيون. لا كونطابيليتي ايد لي ديريجون اي لي تيير دو لونتربريز دو بروندر دي ديسيزيون بور لو فيتور دو لونتربريز. يعني ان لا كونطابيليتي كتسهل على المسيرين والمالكين والشركاء في الشركه باش يتخذوا قرارات مهمه حول المستقبل ديال المقاوله ديالهم ديال لونتربريز ديالهم. Car la comptabilité nous informe sur la réalité de la situation économique de l'entreprise et de connaître ses faiblesses, donc
on peut trouver des solutions à ses faiblesses et prendre des décisions efficaces. يعني قلنا ان لا كونطابيلتي هذوك لي ديريجون لي تيير دو لونتربريز كتسهل لهم لا بريز ديسيزيون يعني تاخذوا قرارات حول مستقبل الشركه. علاش؟ لان قلنا ان لا كونطابيلتي كتعطينا ولا كتعطينا معلومات على الوضعيه الاقتصاديه ديال لونتربريز. هاد لونتربريز واش رابحه ولا خاسره؟ دونك قلنا ان لا كونطابيلتي كتعطينا معلومات على الوضعيه ديال الشركه، كنعرفوا شنو هما نقاط الضعف شنو هما نقاط القوه يعني لي فيبلز ولي فورس. دونك نفترض مثلا ان واحد لونتربريز هي عندها واحد الوضعيه ما مزياناش، عندها واحد لي بيرت، عندها واحد الخساره، يعني كتعاني من مجموعه من المشاكل. دونك لا كونطابيليتي نعرفوا شنو هما لي فيبلز ديالها، نقاط الضعف ديالها. دونك الا عرفنا نقاط الضعف شنو هما هاد نقاط الضعف بالضبط، دونك هادوك لي ديريجون وهذيك لي تيير المسيرين والمالكين والناس اللي كيخدموا في الشركه اللي مسؤولين على اتخاذ القرار في الشركه غادي يعرفوا فين كاين المشكل. دونك كتسهل لهم انهم يتخذوا واحد القرارات اللي هي قرارات تكون عندها واحد الفعاليه في المستقبل ديال لونتربريز. مفهوم؟ ابخي دابا شرحت لكم لي زوبجيكتيف، نعطيكم واحد الريزومي ديال هادشي درنا. قلنا بان لا كونطابيلتي هي واحد التقنيه اللي هي شنو الهدف ديالها؟ الهدف ديالها اما لونجستغمون دي زوبيراسيون دوردر ايكونوميك دون لونتربريز ولا ديكري لا سيتياسيون كيون ريزلت. يعني لا كونطابيلتي هي واحد التقنيه اللي كتسهل اللي الهدف ديالها شنو هو؟ هو كندير تسجيل والحفظ ديال المعاملات الاقتصاديه اللي كدير الشركه، البيع الشراء السلف من لابونك اكسيتيرا، وكتعطينا الصوره على الوضعيه ديال النتيجه ديال الشركه واش ربحات ولا خسرات. دونك قلنا بان لا كونطابيلتي كتعرفنا شنو هما نقاط القوه وشنو هما نقاط الضعف ديال هاد لونتربريز. من هاد الشيء كله عرفنا بان الدور ديال لا كونطابيلتي هو واحد الوسيله واحد لانسكريمون ديال لانفورماسيون، يعني واحد لانسكريمون ديال المعلومات اللي كتعطينا معلومات اللي كتعطي لي ديريجون تيغ دون لونتربريز معلومات على الوضعيه ديال الاقتصاديه والماليه ديال لونتربريز ديالهم واش مزيانه ولا ماشي مزياناش. دونك بالنسبه لوبجيكتيف ديال لا كونطابيلتي قلنا لوبجيكتيف ديال لا كونطابيلتي اول حاجه كونترول المراقبه، لونتربريز كتسهل المراقبه ديال الشركه، يعني هذوك المسيرين والمالكين ديال الشركه يقدروا يديروا لا كونترول من خلال لا كونطابيلتي، غير يراجعوا دوك لو دوكيومون كونطابل يديروا لا كونترول. قلنا لا كونطابيلتي ايضا واحد لو مويان دو بروف، يعني وسيله الاثبات، يعني ان هذوك لو دوكيومون كونطابل هما وسيله ديال الاثبات ان الشركه دارت هذيك لوبيراسيون. المثال هو الفاتوره. اخر حاجه قلنا ان لوبجيكتيف الثالث هو لا بريز دو ديسيزيون، قلنا ان لا كونطابيلتي كتسهل اتخاذ القرار، لان لا كونطابيلتي قلنا كنعرفوا من خلالها هذوك النقاط الضعف ونقاط القوه ديال لونتربريز. دونك من خلال داكشي نقدروا نتاخذوا قرارات حول المستقبل ديال dans l'entreprise. دابا نشوفوا لي برينسيپ ديال لا كونطابيليتي. شنو هما المبادئ ديال لا كونطابيليتي؟ شنو هما المبادئ ديال الكونطابيليتي؟ هما واحد الحوايج اللي مهمين خصنا نحترمهم من كنخدموا لا كونطابيليتي، ضروري خصنا نحترمهم. هاد لي برينسيپ هما سات برينسيپ. اول برينسيپ هو لو برينسيپ دو كونتينيتي ديكسبلواتاسيون، هو مبدا ديال الاستمرار في ليكسبلواتاسيون. اكسبلواتاسيون هو النشاط الاساسي ديال لونتربريز، ما ديروش الترجمه الحرفيه الله يحفظكم، اللي كان اللي كيدير الترجمه الحرفيه كيقول لك ليكسبلواتاسيون هو الاستغلال. دونك هنا كدير كتكون عندك واحد المعلم تيجيك مخربق شويه. شنو هو ليكسبلواتاسيون بالدومين ديال لا كونطابيليتي ولا في الدومين ديال الجيستيون؟ ليكسبلواتاسيون هو لاكتيفيتي ابيسيال ولا لاكتيفيتي برينسيبال دو لونتربريز، يعني النشاط الاساسي ديال الشركه هو ليكسبلواتاسيون. يعني واحد الشركه متخصصه في الانتاج ديال واحد البرودوي، مثلا واحد الشركه تصنع لي زورديناتور، دونك شنو هو ليكسبلواتاسيون ديالها؟ ليكسبلواتاسيون ديالها هو لا فابريكاسيون دي زورديناتور. واحد الشركه مثلا متخصصه في البيع مثلا ديال باغ اكزومبل ديال لي زورديناتور، كتبيع كتشري وكتبيع. دونك هادي واحد لونتربريز كوميرسيال. شنو هو ليكسبلواتاسيون ديالها؟ هو الاشا اي لو فونت ديال لي زورديناتور. دونك هذا هو ليكسبلواتاسيون. مثلا واحد السيد واحد الخدار، خدار مثلا واحد مول الخضره، خدار شنو هو ليكسبلواتاسيون ديال الخضار؟ ليكسبلواتاسيون ديال الخضار هو يشري ويبيع الخضره، هذا هو ليكسبلواتاسيون. مثلا واحد لو بولونجري، لو بولونجري هو الخباز، شنو هو ليكسبلواتاسيون ديالو؟ يعني النشاط الاساسي ديالو هو انه
يصنع الخبز ولا يبيع الخبز، هذا هو النشاط الاساسي ديالو. دونك اول برانسيب منها هو لو برانسيب دو كونتينيتي ديكسبلواتاسيون. لونتربريز اش كيقول هذا البرانسيب؟ تيقول هذا البرانسيب بان لونتربريز دو ايتابليغ سي زيتا، سي زيتا دو سانتيز اللي هما البيلانس سي بي سي اكسيتيرا، عندي اون بيرسبكتيف دو بورسويت نورمال دو سي زاكتيفيتي. يعني هذا البرانسيب دو كونتريبيوشن اكسبلوراسيون كيعني بان لونتربريز خاصها تكون عندها واحد النيه. هي لونتربريز ملي كدير هذوك لي لي طا دو سانتيز، هذوك لو دوكيمون كونطابل اللي كدير بحال البيلون سي بي سي اكسيتا غتشوفو من بعد، ملي كتبغي ديرهم راه خاصها ضروري تكون عندها واحد النيه انها تمشي في نفس النشاط ديالها ما تغيروش. دونك هذا هو لو برانسيب دو كونتريبيوشن اكسبلوراسيون. مثلا انا قلنا مثلا واحد لونتربريز اللي هي كوميرسيال كنبيع وكنشري في لي زورديناتور، مي كنبغي ندير هذوك لي زيتا دو سانتيز ديالي، ندير لي كون لي دوكيمون كونطابل، كنبغي ندير البيلون، كنبغي ندير سي بي سي، كندير الجورنال، كندير اكسيتيرا لا بالونس لي غون ليف اكسيتيرا، مي كنبغي نديرهم راه ضروري قبل ما ندير داكشي خاصها تكون عندي واحد النيه شنو هي، انني نمشي في نفس النشاط الاساسي ديالي ما نبدلوش، نبقى ديما في النشاط الاساسي اللي هو نشري ونبيع في لي زورديناتور. ماشي انايا عند التخصص ديالي هو نشري ونبيع في لوردوناتور، شويه نبيع ولا نشري في القدره ولا شي حاجه كومسا، نو راه خصني برانسيب نحترمو، يعني نبقى ديما ماشي في نفس الاتجاه ديالي، نفس الاتجاه هو انني كنحترم هذاك لا كونتينيتي ديكسبلواتاسيون. المبدا الثاني هو لو برانسيب دو بيرمانونس دو ميثود، الاستمراريه في الطريقه لا ميثود. شنو كيعني هاد لا بيرمانونس دو ميثود؟ يعني ان لونتربريز دو كونسيرفي لو ميم ميثود دو لا كونطابيليتي، يعني ان لونتربريز خصها تحترم وتنتهج نفس الطريقه اللي كتخدم بها في لا كونطابيليتي، عمر تبدل الطريقه. مثلا انا كواحد لونتربريز كنخدم بواحد لا ميثود في لا كونطابيليتي في لونغوجيسترومون ديال لي زوبيراسيون ايكونوميك، خصني نحترمها ما نبدلهاش، ماشي نمشي كل مره نخدم طريقه في شكل. هذا مثلا نعطيكم مثال في هادشي في لا كونطابيليتي اناليتيك، في لا كونطابيليتي اناليتيك في لا جيستيون دي ستوك، يعني الطريقه باش كنسيروا لو ستوك، الستوك هما المخزون، هذاك المخزن اللي كنخزنوا فيه لي مارشانديز لي ماتيير بروميير لي زومبالاج اكسيتيرا، داك الشيء اللي كيتخزن اللي تيسموه لي ستوك. كاين طريقه باش كنخدموا في لي ستوك، مثلا كاين بليزيور ميثود، كاين شحال من ميثود. مثلا كاين واحد لا ميثود اللي سميتها الفيفو، فيرست ان فيرست اوت، بروميير اونتري بروميير سيرتي. مثلا واحد لونتربريز لي درت هاد لا ميثود هذا خاصها تحترمو، ديما الاول اللي كيدخل هو الاول خاصو يخرج، ماشي تبدل بقى تخربق لا اللي هذا دخل اليوم نخرجو غدا، لا نو خاصني ضروري نحترم نفس المبدا، نفس لا ميثود، هذا الاول اللي دخل هذا الاول اللي خرج. مثلا واحد لونتربريز اللي كتخدم بالليفو لاست ان فيرست اوت، الاخر اللي كيدخل هو الاول اللي كيخرج، دونك خاصها تحترم هاد الطريقه هادي. دونك في لا كونطابيليتي دونك خاصنا نحترموا هاد لو برانسيب هو البيرمانونس دو ميثود، يعني ضروري خاصنا نفس الميثود ديال لا كونطابيليتي كنبقاو توجور خدامين به. لو برانسيب الثالث هو لو برانسيب دو كو هيستوريك، لو برانسيب دو كو هيستوريك، لو كو هيستوريك يعني التكلفه اللي عندها علاقه بالماضي، هيستوريك عندها علاقه بالاستوار. دونك اش كيقول هذا البرانسيب هذا؟ شاك اليمون دو كونطابيزي افيك سون كو هيستوريك، يعني اي حاجه كنشروها خاصها تكونطابيزا بلو كو هيستوريك ديالها، يعني اي حاجه شريناها خاصها لها الاول خاصنا ديما ندخلوها بالقيمه الحقيقيه ديالها، الكو هيستوريك يعني الكو داشا، تكلفه الانتاج، يعني واحد الحاجه شريناها في واحد التاريخ كل عام خاصنا توجور كندخلوها بالقيمه باش تشرات نهار الاول مالغري لوغمونطاسيون ولا ديميسيون دو سون فالور، واخا انا لا فالور ديالها تقدر تنقص ولا تزاد. ليكزومبل هو واحد لا ماشين تشرات، اون ماشين اكيز اون 2010، واحد لا ماشين شريناها في 2010 شريناها ب 200000 درهم، دونك سا فالور بور 2015 القيمه ديالها في 2015 ما غاديش تبقى هي، لان نعرف واحد الحاجه سميتها لامورتيزمون، هادشي تشوفوا ان شاء الله من بعد في الدروس ديال الكونطابيليتي، يعني القيمه ديال الحاجه كتنقص. مثلا واحد التليفون شريتيه العام فات راه النهار اللي بتبيعو راه ما جيتش تبيعو بداك القيمه اللي شريتي بها، ضروري كتنقص القيمه ديالو، هذا كيتسمى الامورتيزمون. دونك قلنا لا فالور بوغ 2015 ما تبقى هي 200000 درهم، غتولي 100000 درهم، يعني القيمه ديالو نقصات. دونك شنو قلنا حنا في لا كونطابيليتي؟ خاص دي توجور هاد الماشين هذا خاصنا ندخلوها بالقيمه الحقيقيه ديالها، دونك il faut toujours comptabiliser cette machine avec son valeur d'origine، القيمه الاصليه ديالها يعني 200000 درهم كو هيستوريك، يعني في لو دوكيمون كونطابل توجور خاصني نبقى ندخلها ب
200000 درهم، الفالور دو روشين ديالها 200000 درهم، 200000 درهم، واخا انا القيمه ديالها راه كتنقص ما كتبقاش هي هي. البرانسيب الرابع هو البرانسيب دو سبيسياليزاسيون ديكزيرسيس، سبيسياليزاسيون ديكزيرسيس يعني ان كل اكزيرسيس خصو يكون مختص بحوايج ديالو. شنو هو الاكزيرسيس؟ الاكزيرسيس هو لاني كونطابل، الاكزيرسيس هو لاني كونطابل. نساو عليكم الاكزيرسيس اللي كتمولفين كديروا الاكزيرسيس الثماني، دوك الاكزيرسيس هو لاني كونطابل. لاني كونطابل كتبدا من لو 1 هو دي بي ديال الاكزيرسيس حتى لو 31 فان دو اكزيرسيس، هذا هو الاكزيرسيس. شنو هو الاكزيرسيس؟ هما هذاك لي زوبيراسيون اللي كدير لونتربريز في العام كامل، كيتسمى اكزيرسيس كونطابل. سو برانسيب سينيفي كو شاك اني كونطابل، يعني كل اكزيرسيس ولا شاك اني كونطابل اي ريسبونسابل سيغ سي شارج اي سي برودوي، يعني كل عام هو مسؤول على المداخيل والمصاريف ديالو. لي شارج هما المصاريف ولي برودوي هما المداخيل، يعني كل عام هو مسؤول على المصاريف والمداخيل ديالو. سيدير باغ اكزومبل ان شارج دو ليكزيرسيس 2009 باي اون 2010 دو كونطابيزي اون 2009 كار شاك اكزيرسيس ريسبونسابل دو سي شارج. يعني مثلا واحد المصروف، واحد الشارج، واحد المصروف، واحد النفقات كانت في 2009 كانت في 2009 دونك، ولكن هذا المصروف هذا خلصناه في 2010 دونك هذا المصروف هذا راه خصو تكون طابيزا في 2009 ماشي في 2010. علاش؟ لان خصنا نحترموا هذا البرانسيب، البرانسيب ديال سبيسياليزاسيون ديكزيسيس. مثلا لونتربريز العام فات 2015 في شهر 12 مثلا شرينا واحد الطوموبيل، هذيك الطوموبيل ما تخلصات مثلا حتى جا الكونطابل نسا ودخلها لنا في 2016 دونك خطا. خاص هذا المصروف هذا النفقه ديال هذا الطوموبيل اللي شرينا خاصها تكونطابليزا 2009، خاصنا نحترموا هذا 2015، نحترموا هذا لو برانسيب دو سبيسياليزاسيون ديكزيرسيس. يعني اي عام خصو يكون مسؤول النفقات ديالو، يعني كل عام خصنا ندخلوا فيه النفقات والمداخيل ديالو. هذا العام شرينا فيه هذا ولا دخلنا فيه هذه الفلوس ولا بعدنا ولا كذا، دونك خصنا نكونطابليزي داك الشيء في ذاك العام ماشي نخلوها حتى العام الاخر ندخلوها. لو برانسيب الخامس هو لو برانسيب دو بريدونس او الاحتياط، لو برانسيب دو بريدونس الاحتراز او الاحتياط. اش كيقول هذا البرانسيب؟ توت شارج بروبابل دو تيتر كونطابيليزي، يعني اي نفقه محتمله ولا اي خساره محتمله خصنا ضروري اننا نشدوها بعين الاعتبار، خصنا كونطابيليزوها يعني ندخلوها في لا كونطابيليتي. اكزومبل لو بيرت بروبابل دي كليون دو تو، يعني كيفاش هذا البرانسيب دو بريدونس؟ يعني مثلا حنايا توقعنا واحد الخساره محتمله العام، مثلا توقعنا واحد الخساره محتمله ان نخسروا شي حاجه، مثلا فواحد الكليه ما يخلصناش ولا باغ اكزومبل واحد شي حاجه، واحد الستوك يخسر لينا ولا شي حاجه ما بقاش القيمه ديالو هي هذيك، دونك ضروري خاصنا نشدوها بعين الاعتبار، يعني خاصنا برون اون كونسيديراسيون، برون اون كونط، يعني خاصنا ضروري نشدوها نديروا الحساب ديالها نكونطابيليزا، يعني نكسب واحد الحاجه كتسمى لي بروفيزيون، يعني كونطابيليزا نقول كنتوقع هذا السيد ما يخلصنيش دونك 20% من داكشي اللي كنسالو، دونك خصني كونطابيليزا نشدها بعين الاعتبار. لو برانسيب الخامس السادس هو لو برانسيب دو لا كلارتي او الوضوح. اش كيقول لو برانسيب دو لا كلارتي؟ هذا واحد البرانسيب تري امبورطون في لا كونطابيليتي، ضروري خصنا نحترموه في لا كونطابيليتي. اش يقول هذا البرانسيب؟ تيقول لك ان شاك اوبيراسيون دو اتر كونطابيليزي افيك سون بروبر كونط، يعني اي اوبيراسيون كنديروها، اي معامله ديال البيع ولا ديال الشراء ولا ديال التسلف من لا بنك ولا خلصنا لي كليون ولا خلصنا لي زامبو ولا اكسيتيرا، ضروري خاصها تدخل بالكونت ديالها. ما يمكنش ماشي انا باغ اكزومبل مشيت خلصت مثلا تسلفت واحد الامبرانت بانكير من لا بنك ونجي نكتب، جي الكونطابل اللي كتب لينا في لوبيراسيون يكتب لينا اشا دو مارشانديز، اش اللي درت انا؟ راه تسلفت من لا بنك ماشي شريت لي مارشانديز، دونك خصني نحترم هذا البرانسيب هذا. مثلا درت اشا دو مارشانديز مشى كتب ليا هو الفون دو مارشانديز، لا، لان شنو لوبيراسيون درنا؟ درنا اوبيراسيون ديال الاشا ماشي ديال الفونت، دونك خصنا نحترموا هذا البرانسيب. يعني اي حاجه درناها خصها تكون طابيزا بلو كونت ديالها، ولي كونترا كاينين في بلون كونطابل، يعني خصنا نحترموا هذا الكونت. مثلا اشا دو مارشانديز نكتب اشا دو مارشانديز، فون دو مارشانديز نكتب فون دو مارشانديز، مثلا تسلفنا واحد لومبرانت بونكي خصنا نكتب اومبرانت، مثلا شرينا واحد لا ماشين خصنا نكتب انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج اكسيتيرا. دونك لو برانسيب الاخير السابع هو لو برانسيب دامبورتون سينيفيكاتيف،
d'importance significative. يعني كاين شي حوايج تري امبورطون عندهم واحد لامبورطونس اللي سينيفيكاتيف مهمه. شكون هذا البرانسيب هذا؟ شاك انفورماسيون كي بو انفلونسي لا بريز دي ديسيزيون دو لونتربريز دو مونسوني دون ان سبيسيال دوكيمون. يعني اي انفورماسيون اي معلومه ولا اوبيراسيون اللي كنديرها لونتربريز اللي تقدر انها تاثر في اتخاذ القرار في الشركه خاصة ضروري ان تذكر في واحد لو دوكيمون خاص بها. هو لامبورطون سينيفيكاتيف. علاش؟ لان هاد لوبيراسيون ولا هاد لافورماسيون عندها واحد لامبورطون سينيفيكاتيف، عندها واحد الاهميه اللي هي تري امبورطون. دونك هاد لافورماسيون تري امبورطون اللي تقدر ان تاثر في القرار في لونتربريز خاصها تمونسيون على تذكر في واحد لو دوكيمون سبيسيال. المهم هذا هو واحد الاطلال على لا كونطابيلتي باش تعرفوا. دونك انا شرحت لكم غير لا كونطابيلتي، راه مازال ما دخلت لكم لا كونطابيلتي جينيرال ولا سيتيغا، على كونطابيلتي لان لا كونطابيلتي كتكون من فروع. شنو هما لي فورم بعد ديال الكونطابيلتي؟ الكونطابيلتي كتكون من كاتر فورم. عندنا لا كونطابيلتي جينيرال اللي غتقراها في اس او اس 2، هي دو جور اللي كتقراها في الاول. كاين لا كونطابيلتي اناليتيك، وكاين لا كونطابيلتي دي سوسيتي، وكاين لا كونطابيلتي فينونسيير، ربعة الانواع. دونك انتوما في اس 1 واس 2 ان شاء الله تقراو لا كونطابيلتي جينيرال، في الاس 3 ان شاء الله لا كونطابيلتي اناليتيك، في الاس 4 الكونطابيلتي دي سوسيتي، وبالنسبه للاس 5 والاس 6 غتشوفوا الكونطابيلتي فينونسيير، جيستيون فينونسيير اكسيتيرا. دونك نتمنى انكم استفدتوا معايا في هذا الفيديو هذا، وعرفتوا الكونطابيلتي وعلاش كتكلم هذا لا كونطابيلتي، وخديتوا فكره عليها. ما تنساوش انكم تابوناو معايا في لاشين ديالي باش توصلكم ديما الجديد حول الدروس والفيديوهات والشروحات ديال الدروس. وان شاء الله غادي ندير لكم فيديوهات اخرين ديال المواد الاخرين اللي كاينين اللي كتقراهم ان شاء الله في سيمستر 1 وسيمستر 3 وسيمستر 5 ان شاء الله، جميع المستويات ان شاء الله، باش تعرفوا كل ماده علاش كتكلم، باش ان شاء الله الا دخلتوا في ليكول في بدايه الموسم الدراسي نبداو الدراسه تكونوا عندكم واحد الفكره على شنو داكشي تتقراو، وما يكونش عندكم واحد تدخلت كتكون مندهش داكشي ما عرفتيش، كتجي كتشوف الاستاذ البروف كيشرح انت ما فاهم والو. دونك من هذا الفيديو اللي درت انا الحمد لله غادي تصنتوا له غادي تفهموا، ودونك غادي تمشوا نهار الاول تبداو الدراسه تكونوا عارفين عندكم معلومات على الكونطابيلتي. ان شاء الله باذن الله عندي لكم فيديو على الميكرو ايكونومي لانتروديكسيون ستاتيستيك المانجمنت اكسيتيرا، باش تعرفوا جميع الدروس اللي غتقراو باذن الله تعالى. واللي عنده اي استفسار شي حاجه بغى يسول عليها، بغى شي معلومه، بغى يعرف شي حاجه، انا في الخدمه دائما في الكونت فيسبوك ديالي. وما تنساوش انكم تابوناو باش يوصلكم ديما الجديد، لان ما كنتيش ابوني ما يوصلكش الفيديو الجديد ديالهم. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وعيدكم مبارك سعيد، والى اللقاء في فرصه قادمه باذن الله تعالى. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست.